مبروك يا عاصم، مبروك يا مروة، قد ايه فرحة جميلة يعني عامة القناة، قناة مصر الزراعية. بنتمنى دايما كده نشوف دايما فرحة تليها فرحة تانية، يعني مشاهد جميلة جدا بين يعني كانوا مخطوبين قدامنا وكانوا ماشيين في مراحل جميلة جدا وفجأة بقوا يعني قدامنا متزوجين. يا رب دايما يسعدكم، يا رب حياتكم كلها تبقى سعادة يا رب. اشكرك يا دينا وعقبالك يا رب كده. وطبعا خلوني اشكر كل زمايلي اللي هم اهدوني الفيديو ده واهتمامهم. خليني كمان اقول لحضراتكم ان في روح جميلة هنا في قناة مصر الزراعية، مش عامل كأصدقاء أو كزملاء في الشغل، لا والله العظيم كأكتر من أهل. لو قلت أهل أو ممكن أهلك إحنا بنشوفهم من المناسبات أو من الأعياد، ولكن دول زمايل بتشوفهم بشكل مستمر وبشكل دوري في الشغل. أهلك وحبايبك بيطمئنوا عليك دايما، بيبادروا إن هم يهنوك، بيقفوا جنبك في الضيق قبل الفرج زي ما بيقولوا كده. يا رب يخليكوا ليا، ويا رب دايما مصر الزراعية في كل خير وسلام. بشكر مرة تانية لكل زمايلي، مش هقدر أشكر حد بعينه لأن أنا لو شكرتها أو يعني هحتاج لحد بكرة، ولكن خلوني أشكر كل زمايلي في قناة مصر الزراعية بدءا من أصغر واحد فيها مقاما حتى أكبر واحد فيها مقاما. نتمنى يا رب كل الخير والتقدير لكل المشاهدين يا رب، وكله يعيش في خير وبركة وسعادة. تعالوا مع بعض نبدأ أولى فقرات برنامجنا بقى، وناخد شوية جد ونطلع آخر الأخبار النهاردة. وأول خبر، طيب قبل ما نروح الأخبار معانا مرور، ومعانا على الهاتف سيادة العقيد مصطفى إبراهيم. طيب سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المرور، سيادة اللواء السلام عليكم يا فندم. صباح الخير عاصم، وصباح الخير الساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير، والف مبروك بالزواج السعيد. الله يبارك في حضرتك يا فندم، متشكر جدا سياده اللواء، تحياتي لحضرتك. يعني طلعنا كده على الحاله المريه، اخبارها النهارده الاحد مع بدايه الاسبوع الفعلي. هو بالفعل اليوم معلوم ان هو ورشه عمل رسميه لكافه قطاعات الدوله والمصالح الحكوميه والاداريه والقطاع العام والقطاع الخاص، بالاضافه الى مدارس والجامعات. ده طبعا عكس على رحله صباحيه من الصباح الباكر كان في كثافات مروعه لكافه خطوط السير والمحاور والميادين، سواء كانت خطوط السير السريعه الممثله في الصحراويه والزراعيه او داخل ومخارج محافظه قرى الكره. لكن الحمد لله الخدمات المهمه موجوده مكثفه منذ صباح اليوم، وزاره التعامل مع كافه انواع المخالفات او الاعطال، سواء كانت اعطال بسيطه او اعطال جسيمة. كان عندنا اليوم حادثة صعبة جدا موجودة في طريق الأطامية العين السخنة، كان انقلاب سيارة نقل بيها عدد من المزارعين أدى لوفاة إحدى المواطنين وأصابت 8، دي عملت نوع من التكدس المروري، لكن الحمد لله تم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى السويس العام، بالإضافة إلى تم رفع السيارة النقل وتم صحب الطريق، والأمور الآن أكثر هدوءا. طبعاً. من الاسباب برضه الهامه ان ما زالت الاصلاحات والتطوير بالنسبه لفواصل الكباري والاقفاء ما زالت مستمره حتى الان، ويمكن ابرز على كوبري اكتوبر وكوبري دار السلام وعلى نفق الزهراء والطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه كارفور، وكذلك الطريق الدائري المتجه الى منزل المروتيه. كما ذلك عايزين نوضح للساده المشاهدين ان اول امس بدات الاداره العامه لمول الجيزه اغلاق جزئي لشارع احمد عرابي بمنطقه المهندسين، وذلك لاستكمال المرحله الثالثه لاعمال انشاء الخط الثالث لمترو الانفاق بشارع احمد عرابي. وتم الغلق الجزئي لذلك بحيث ان تم عمل تحويله من نفس الموقع. هذه التحويله ان السيارات بتتجه الى شارع رشيد يمينا، عقب ذلك الى شارع شبكه التسانه، ثم العوده مره اخرى لشارع احمد عرابي عن طريق فرع جانبي. لكن القادم من شارع رشيد اتجاه احمد عرابي بيدخل اجباري يمينا لشارع شبكه التسانه، والاندماج مع السيارات القادمه من شارع احمد عرابي استكمالا بشارع رشيد، ثم العوده للخروج من لشارع احمد عرابي من احدى الشوارع الجانبيه. في علامات ارشاديه ومساعدات فنيه قامت بها الاداره العامه لمول جيزه بنفس الموقع، وذلك لتسهيل وتسيير الحركه المروريه. اخيرا عايزين نوضح للساده المشاهدين ان وزاره النقل اصدرت قرار بمنع اصطحاب المواطنين حقائب كبيره داخل عربيات مترو الانفاق، وهيتم توقيع غرامه ماليه قدرها 100 جنيه للمواطن المخالف لذلك. والكاميرا كسر حاصل. طيب معلش برضو حابب افسر واوضح اكتر سياده اللواء، الحقيبه هل الحقيبه الكبيره ولا الهاند باج اللي هي عادي مسموح بيها، ولكن الحقائب الخاصه بالسفر؟ الحقائب الخاصه بالسفر الحقائب الكبيره، لان حضرتك دي بتاخد حيز كبير داخل العربه وتؤدي لتكدسات وتؤدي طبعا وضع عشوائي بنفس الموقع. فالسيد وزير النقل اصدر قرارات ان الحقائب الكبيره اللي هي حقائب الصفا دي ما تركبش عربيات المترو، نظرا عن معلوم ان معظم المواطنين يستخدموا الان مترو الانفاق عن المواصلات العامه، المعروف بالنسبه للكثافات الموجوده على المسطحات الارضيه. تمام، بشكر حضرتك جدا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، اطلعنا بشكل مفصل على الحاله المروريه النهارده الاحد،
بعد ما اطمنا على المرور تعالوا مع بعض مشاهد ناخد جوله اخباريه في اهم الاخبار اللي صدرت الصحف هذا اليوم. اول خبر معنا مع زميلتي دينا، اتفضلي يا دينا. اول خبر بيتكلم عن وزير الزراعه ومحافظ القليوبيه يفتتحان مجزر كفر سعد بمدينه بنها. تفاصيل الخبر بتتكلم عن افتتح الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي صباح اليوم السبت يرافقه اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبيه مجزر كفر سعد بمدينه بنها بمحافظه القليوبيه. واوضح فايد على هامش جولته بالمجزر ان وزاره الزراعه ماضيه في خططها للتوسع في انشاء المجازر الحديثه المجهزه في القرى حسب احتياجات المحافظات المختلفه، فضلا عن تطوير المجازر القائمه للحفاظ على الصحه العامه والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال. واشار الى انه تم البدء في هيكله قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه للنهوض بها في كافه محافظات الجمهوريه لسد الفجوه الغذائيه مع اللحوم الحمراء والدواجن، لافتا الى انه تم منح 110 قروض لمشروع البتلو بعد توقفه لفتره طويله، وذلك باجمالي قروض بلغت 7 ملايين جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين. اتمنى يا رب كل التوفيق لمثل هذه المجهودات، واعتقد يعني مثل هذه المجازر سوف تسهل الامور خاصه على المشاكل اللي كانت قبل كده بتحاول بشكل كبير جدا تحل العديد من المشاكل. تعالوا مع بعض ناخد الخبر التالي بعنوان تدشين اول بورصه للمحاصيل الزراعيه بكفر الشيخ بتكلفه تقدر ب 50 مليون جنيه. مضمون الخبر دشن مجلس اداره بورصه كفر الشيخ الزراعيه الجديده بدايه عمل البورصه رسميا بمركز الرياض بجوار بورصه الاسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي. وقال العضو المنتدب للبورصة هشام عبد العزيز أن الفكرة تم تنفيذها من خلال رأس مال بلغ قدره 50 مليون جنيه وعلى مساحة تقدر 20 فدانا، وذلك كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد بعدة مشروعات أخرى. كمان هناك الكثير من المجهودات التي تبذل على كافة الأصعدة للنهوض بالعديد من المحاور في هذه المحافظة. نتمنى رب كل التوفيق، وكمان يكون في بورصة مش بس في محافظة واحدة ولكن في كل محافظات الجمهورية. كمان معانا خبر عن مصر تشارك العالم للاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية. تعالوا نشوف ايه تفاصيل الخبر. بتشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية تحت شعار مستقبل الحياة البرية بين ايدينا، من خلال تنفيذ انشطة مختلفة. ومن المقرر ان تقام احتفالية تحت رعاية وزارة البيئة بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والزراعة وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحياة البرية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاحتفالية ستتضمن عديد من تنظيم لمعرض لأهم البوسترات والكتيبات والأعمال الفنية التي تساهم في نشر الوعي للتقليل من المهددات والضغوط على الحياة البرية. ده ما نأمله دايما، نحافظ على الحياة البرية عندنا ونشارك العالم في مثل هذا اليوم العالمي للاحتفال بالحياة البرية. وثقافة التعامل بشكل كبير نتمنى يا رب أنها تنتمي بشكل أفضل للخير والبركه والسعاده، ما يبقاش في يعني روح عدوانيه تجاه البريه بشكل كبير. نتمنى يا رب كل الخير في هذه المراحل. مشروع لحمايه النباتات العطريه والطبيه باسوان. صرحت الدكتوره قدريه عبد المتعال رئيس قطاع البحوث والتطوير بجامعه هليوبوليس بان الجامعه تقيم مشروع لحمايه النباتات بمحافظه اسوان، ويهدف المشروع لاستغلال العوامل المناسبه من مناخ ومياه واستخدام افضل الطرق الزراعيه لهذه الاصناف التي تناسب المنطقه والبيئه المحيطه بها. وعمل اطلس يوضح الاماكن المناسبه لزراعه تلك النباتات. ياتي ذلك في اطار اهتمام جامعه هليوبوليس للتنميه المستدامه وبتمويل من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا من اجل تعزيز زراعه وتصنيع النباتات الطبيه والعطريه في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. ولاننا في اللون الاخضر دايما بنهتم باللون الاخضر وبنشجع عليه ونقول دايما حتى هي لازم يكون في اكلاتنا، فنتكلم عن نبات الاخضر البقدونس. يعني دايما بيتكلموا عن فوائده الرائعه، هنتكلم عن ان البقدونس بيلعب دورا مهما في صحه الجسم. يعتبر البقدونس مصدر جيد لحمض الفوليك الذي يلعب دورا هاما في صحه الجسم والحفاظ على سلامه القلب والاوعيه الدمويه، ويشارك بطريقه فعاله في عمليه تحويل الاحماض الامينيه الى جزيئات صغيرة فتمنع زيادتها في الجسم، لأن ارتفاع الأحماض الأمينية في الجسم يؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية وتزيد من نسب التعرض للأزمات القلبية. أيضا يحارب البقدونس مرض السرطان في أعضاء الجسم المكونة من خلايا سريعة الانقسام.
قد ايه البقدونس مهم جدا ومفيد، يعني لازم دايما يكون في طبق السلطه بتاعنا اللي دايما خبراء التغذيه بيشيدوا باهميته، لازم نحافظ على وجوده في السلطه بتاعتنا وفي المائده عموما. اتمنى يا رب ان الجميع يحافظ ان يكون في طبق سلطه اساسي اصلا على السفره. ناس كتير جدا بتنشغل بموضوع التيك اواي والدليفري وما بتحرصش انها تتناول شيء من الخضروات، اعتقد مهم ان احنا نحرص في كل الوجبات الغذائيه سواء فطار او غدا او عشاء ان احنا نتناول الخضروات، وتقريبا زي ما قالت دينا على اهميه البقدونس، فاعتقد مهم ان احنا نضيفه بشكل كبير جدا في السلطات بتاعتنا. كمان البقدونس بيدخل في موضوع المحشي اعتقد بشكل بالزبط. كبير جدا اهلنا بقى اهم مكونات المحشي على المائده يعني بالظبط كده، فانتوا كتروا محشي بس مش قوي، ولكن كتروا البقدونس هيكون افضل لصحه حضرتك. طيب بعد ما اخذنا كده جوله اخباريه سريعه، تعالوا مع بعض ننتقل لمزيد من اخبار المال والاقتصاد، ده اللي هنشوفه ان شاء الله في نشرتنا الاقتصاديه. نبدأ مع حضراتكم نشرتنا الاقتصادية بأبرز الأخبار، وأول خبر معنا بعنوان البورصة تربح 3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع. ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 392.758 مليار جنيه. كانت مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الخميس على تباين، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي والمؤشر الخمسين والمؤشر واسع النطاق، في حين تراجعت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة والمؤشر العشريني، وغلب على تعاملات المستثمرين المصريين عمليات البيع، في حين غلبوا على تعاملات العرب والأجانب عمليات الشراء. كمان معانا خبر عن مصر أيضا، مصر عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حصول مصر للمرة الثانية على التوالي على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية العالمية اليوسكو للعامين القادمين بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى. وأوضح أن هذا الفوز يمثل تقديرا لدور الهيئة وما حققته محليا وإقليميا وزيادة نشاطها دوليا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ده اللي بنتمناه دايما لمصر أم الدنيا. الخبر اللي جاي يمكن خاص بالصناعة المصرية اللي احنا بنتمنى في المرحلة القادمة انها تنفرد وتتطور وتواكب العصر بشكل كبير جدا حتى نقدر نخوض سوق المنافسة العالمية. الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات لمنافسة المنتجات المستوردة. مضمون الخبر أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الصناعة المصرية تمتلك كافة الإمكانيات والمقومات التي تؤهلها لإنتاج منتجات عالية الجودة والذوق، وهو ما يمكنها من منافسة المنتجات المثيلة والمستوردة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي، لافتا إلى أهمية إقبال المستهلك المصري على شراء وتفضيل المنتج المحلي بهدف إنعاش الصناعات المصرية، وده اللي احنا عايزينه في المرحلة القادمة. وأعتقد ده مش هيكون إلا لما يكون عندنا مصانع فعلا تحتضن العمال بتوعها ويكون لديهم قدر كبير جدا من الأمان وقدر كبير جدا من الانتماء لهذه المصانع حتى ننهض بالصناعة المصرية بشكل كبير جدا، وده اللي احنا ممكن نشوف في المرحلة الجاية دينا، خاصة بعد الانفتاح اللي بتقوم به مصر على الدول الخارجية وتحديدا الدول يعني القوية والدول ذات الصناعات زي اليابان وغيرها والصين اللي كنا شفنا زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليها، وتم يعني انعقاد العديد من الاتفاقيات لتنميه الصناعه بهما. ده اللي بنأمله دايما لمصر. وبكده مشاهدينا الكرام هننتقل لاسعار العملات. شهدت اسعار العملات الاجنبيه استقرارا نسبيا في الاسعار مقابل الجنيه المصري، وتعالوا نشوف بيان باهم الاسعار للعملات مقاومه للجنيه المصري. هبتدي بدولار امريكي، سعر البيع 7.83 جنيه والشراء 7.78 جنيه. أما عن اليورو بيع 8.64 جنيه، شراء 8.48 جنيه. كمان جنيه استرليني بيع 11.15 جنيه، شراء 10.97 جنيه. دينار كويتي سعر البيع 26.05 جنيه، شراء 25.76 جنيه. ريال سعودي سعر البيع 2.08 جنيه، شراء 2.07 جنيه. درهم إماراتي بيع 2.13 جنيه، شراء 2.11 جنيه. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا إلى أسعار الذهب، وإليكم بيان بأسعار الذهب بالجنيه المصري. وذهب عيار 24 316.75 جنيه، وذهب عيار 21 277.16 جنيه،
واخيرا ذهب عيار 18 237 جنيه و56 قرش. بكده مشاهدينا الكرام هننتقل لاسعار الخضر والفاكهه، وهنبدا بالخضر طبقا لسوق العبور. بدءا مع الطماطم سعر الجمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. كمان البطاطس سعر الجمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. اما عن البصل سعر الجمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. الكوسه سعر الجمله 2 جنيه والتجزئه 3 جنيه. كمان الفاصوليا سعر الجمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. باذنجان بلدي سعر الجمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. باذنجان رومي سعر الجمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. خيار بلدي سعر الجمله جنيه وسعر التجزئه 3 جنيه. اما عن الملوخيه سعر الجمله جنيه ونص والتجزئه 3 جنيه. الثوم اخيرا سعر الجمله 3 جنيه والتجزئه 12 جنيه. وننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الى اسعار الفاكهه، واليكم بيان باسعار الفاكهه طبقا لاسعار سوق العبور. برتقال جمله 2 جنيه والتجزئه 4 جنيه. موز جمله 5 جنيه والتجزئه 8 جنيه. واخيرا التفاح جمله 4 جنيه والتجزئه 8 جنيه. دي كانت نشرتنا الاقتصاديه النهارده مشاهدينا، اللي استعرضنا من خلال حضراتكم اسعار الخضار والفاكهه واسعار الذهب والعملات واهم الاخبار الاقتصاديه النهارده. باذن الله عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه. فقره اولى هنتكلم فيها عن تطوير مناهج الرياضيات في ضوء الاتجاهات العالميه وايضا الاتجاهات الحديثه. يمكن احنا كنا قبل كده بنهتم في تطوير التعليم، ولكن بنختص دلوقتي تطوير منهج الرياضيات، ونفتح محاور عده بعد كان هناك العديد من الشكاوي من الطلاب خاصه في هذه المناهج، ازاي نقدر نطورها. ده اللي هنشوفه ان شاء الله مع ضيف الدكتور صلاح سرور الخبير التربوي في هذه الفقره. اما الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن دور الازهر في مواجهه الارهاب والاعلام المتطرف، واعتقد الدور الذي يقوم به الازهر الشريف هو دور حكيم، دور وسطي، شانه محاربه كافه الافكار المتطرفه مش بس في الارهاب ولكن الافكار اللي ممكن تسيء للمجتمع بشكل كبير. برضه هنفتح عديد من المحاور مع ضيفنا الدكتور محمود ابو زيد من علماء الازهر الشريف. دي ان شاء الله فقرات برنامجنا الحواريه النهارده. هنروح فاصل سريع ونرجع سريع نبدا مع حضراتكم اولى فقرات برنامجنا الحواريه لهذا اليوم من برنامجكم اللون الاخضر. انتظرونا.